بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة عندنا جزء من هذه الحلقة، الجزء الأول من هذه الحلقة هنتكلم فيه عن تصريحات كابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل النهاردة طلع علينا في تصريحات غريبة جدا، والأغرب الحقيقة كانت بالنسبة لي التصريحات اللي قالها كابتن عصام عبد الفتاح من شوية، من حوالي 10 دقائق ربع ساعة. خلينا نتكلم الأول على تصريحات الكابتن محمد عادل، اللي هو لما جه اتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك قال إيه؟ كابتن محمد قال إن بعد الهدف الثالث أنا حسيت بتوتر لعيبة نادي الزمالك، وبالتالي قلت لزمايلي في الإيربيز أو المساعدين اللي معاه، قلت لهم هو ده وقت إدارة المباراة ووقت الاحتواء اللاعبين. أنا الحقيقة لما قريت الخبر ده الأول الظهر قلت لا، يعني أكيد الموضوع مش بالكلام اللي اتقال ده كله، لكن أنا سمعت بوداني الكلام اللي الكابتن محمد عادل قاله. كابتن محمد عادل الحقيقة إذا كان هناك، الأول عايز أوري حضراتكم جزء من قانون كرة القدم. أنا الحقيقة لما باجي أتكلم دايما بحب أتكلم مع حضراتكم علشان ما حدش يطلع، لأنه كابتن عصام عبد الفتاح طلع النهاردة أو طلع من شوية واتكلم كلام من وجهة نظري هو كلام غريب، هو كلام غريب مش شايف، يعني برضو هقول لحضراتكم ليه بس لما اجي اتكلم عنها. الحكم والمادة امام حضراتكم، المادة الخامسة، وهي مادة خاصة بالتحكيم، هي مادة خاصة بالتحكيم. مكتوب فيها ايه؟ سلطة الحكم تجرى المباراة تحت رقابة الحكم، يمتلك كافة السلطات من اجل السهر على تطبيق قوانين لعبة كرة القدم في المرتبطة بالمباراة. هل حضرتك شايف؟ طبعا في كلام كتير جدا خلال الكلام بتاع المادة الخامسة في مادة التحكيم، كلام كتير جدا تقدر تقراه، ولكن أنا بالنسبة لي هو السطر ده بيقول لك إيه؟ إن الحكم هو صاحب السلطة لتطبيق القانون وليس لتطبيق الاحتواء، لتطبيق القانون وليس لتطبيق الاحتواء. ومعنى إدارة المباراة، معنى إدارة المباراة، أنا من الصبح الحقيقة جبت القانون وقعدت أقراه، إن أنا ألاقي كلمة احتواء مش لاقيها في قانون كرة القدم بالكامل، ال 17 مادة بقى، مش المادة بتاعت التحكيم بس، قريت القانون بالكامل الحقيقة، ألاقي إن أنا ألاقي كلمة احتواء؟ مفيش كلمة، دي كلمة غريبة جدا الحقيقة، وكلمة لا يصح إن هي تخرج من الكابتن محمد عادل. أخطاء في المباراة ماشي، هنتكلم عنها ونتكلم في كل الكلام ده كله، ولكن إن حضرتك تطلع تقول احتواء، احتواء لمين؟ طيب هل معنى كده إن لو في مباراة ما بين فريقين تانيين، الفريق من الاتنين مغلوب هيجي يقول لك احتويني بقى يا كابتن زي ما احتويت الزمالك، أو زي ما احتويت الفريق التاني اللي مغلوب ساعتها؟ مش ده ممكن يحصل بالعقل؟ أو واحد يطلع بعد مباراة أي فريقين بيلعبوا والفريق اللي بيلعب التاني يتغلب يطلع يقولك طب ما تحتويني يا كابتن، بين الشوطين يطلع يقوله كده، يقوله يا كابتن طب ما تحتويني بقى علشان ما تحسبش عليا ركلة جزاء، ما تحسبش عليا طرد، ما تحسبش عليا الكلام ده. يا جماعة ملوش أي علاقة إطلاقا إطلاقا بأي حاجة بتحصل في كرة القدم أو بقانون كرة القدم. واللي الكابتن عصام عبد الفتاح بيحاول يصدره للناس بيقولك إيه، ومش كلامي ده كلام الكابتن عصام، كابتن عصام بيقول مباراة القمة بلا أخطاء ومحمد عادل ما غلطش في تصريحاته. عفوا يا كابتن عصام، هو لما حد بيغلط مش المفروض يطلع يعتذر؟ وحضرتك مش عايز تطلع تعتذر تقول إن الكابتن محمد عادل غلط؟ أنا من وجهة نظري المخطئ الأكبر في هذا الأمر هو كابتن عصام عبد الفتاح. ليه كابتن عصام عبد الفتاح؟ لأن برضه في قانون كرة القدم عمري ما شفت حكم طلع فسر قرار خده بعد مباراة. وبعدين يا كابتن عصام، بما ان حضرتك بتقول ان المباراة بلا اخطاء، من وجهة نظر حضرتك زي ما انت قايل مش زي ما انا قلت، زي ما حضرتك قلت المباراة بلا اخطاء، كابتن عصام امبارح او بعد المباراة طلع وقال ضربة الجزاء فيها شد من حمدي فتحي او من لاعب الاهلي للاعب الزمالك. كابتن محمد عادل قال لا، ده علي معلول اللي خبط لاعب الزمالك وهو على الارض. طب انا اصدق مين يا كابتن عصام؟ اصدق الكابتن محمد عادل ولا اصدق حضرتك ولا اصدق ان المباراه بلا اخطاء؟
وهل حضرتك تواصلت مع كابتن محمد عادل وحللت معاه الاخطاء دي ولا لا؟ لان حضرتك طالع تقول ان المباراه بلا اخطاء، طيب اصدق مين؟ اصدق رئيس لجنه الحكام ولا اصدق حكم المباراه اللي قال واحد قال ان هي شده من فوق وواحد تاني قال ان هي ضربه من تحت؟ فالحقيقه حتى كلام حضراتكم متناقض مع بعضه، حتى كلام حضراتكم متناقض مع بعضه. كلنا اتبسطنا وفرحنا وثقتنا كبيره جدا في الكابتن عصام وفي التحكيم المصري واللي بيحصل في التحكيم المصري، وقاعدين بندافع عن التحكيم ولكن ان حد يطلع يقول لك احتواء، احتواء ايه؟ يعني ايه احتواء؟ انا مش فاهم. حد يفهمني يعني ايه كلمه احتواء؟ كلمه احتواء دي يعني واحد بيغلط وانت بتديله مكسب لغلطه. أنا عمري في حياتي، عمري في حياتي، وأنا آسف إن أنا هقول أنا 25 30 سنة في الملعب، عمري ما حد جه قال لي احتواء، معلش يا إسلام إحنا بنحتوي الموضوع. ولا سمعتها من حكم، ولا سمعتها من حد من زمايلي، حد حكم قال له. إشمعنى دلوقتي؟ وإشمعنى النهاردة بيتقال هذا الكلام؟ وليه أساساً الكابتن محمد عادل طلع اتكلم في وبيشرح أخطاء المباراة وبيشرح ان هو عمل كذا في المباراه عشان كذا وكذا وكذا وكذا؟ هل حضراتكم شفتوا في العالم كله؟ طب يا كابتن محمد لو حضرتك بتلعب مباراه في افريقيا هتطلع تقدر او هتقدر تطلع تتكلم وتشرح اسباب القرارات اللي انت خدتها؟ اتمنى ان حد يرد عليا في النقطه دي، اتمنى ان حد يرد عليا في النقطه دي. فطبعا عشان الكابتن محمد عادل يطلع يتكلم اكيد خد اذن من الكابتن عصام، أكيد 100%، يعني ما ينفعش يطلع من غير ما يبقى رئيس لجنة الحكام عارف، لأنه أساساً ممنوع خروج الحكام لأن هم يتكلموا أو أن هم يطلعوا في أي منصة إعلامية ويتكلموا في أي حاجة تخص هذا الأمر. وبالتالي أكيد الكابتن عصام لما حس بالغلط فبيدافع، فبيقول كلام مباراة القمة بلا أخطاء، ومحمد عادل ما غلطش في تصريحاته، لا غلط يا كابتن عصام في تصريحاته. مباراة القمة بلا أخطاء، طب أصدق مين؟ أصدقك ولا أصدق كابتن محمد عادل؟ البلانتي فوق ولا تحت؟ حد يقول لنا يا جماعة، بس أنا محتاج إن حد يطلع يقول لي الكلام ده ويرد عليا زي ما أنا بتكلم كده. وعلى فكرة إحنا ما عندناش أي مشكلة مع أي حد، إحنا بنتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، وكل الناس والنادي الأهلي أكبر الداعمين للتحكيم المصري. النادي الأهلي طول عمره كده أكبر الداعمين للتحكيم المصري، ولكن إمبارح وهنا وعلى الهوا وكان معايا الاستاذ محمد القوصي اشاد بالتحكيم في المباراه، لكن احتواء؟ احتواء ازاي؟ ما فهمتهاش. يعني بعد كده لما يحصل حاجه زي دي بعد كده يطلع يتكلم، يطلع يتكلم، لما واحد يجي يطلع يتكلم لازم يبقى واخد باله من كلامه، لازم يبقى واخد باله من كلامه. احتواء يعني على رأي بقى النهارده الكوميكس على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، مش عايز اقول لكم عامله ازاي، كوميكس كوميكس في كل حته، عيد الحب يوم 4 وبقى عيد الاحتواء يوم 8 وكلام من هذا القبيل كتير جدا. حضرتك رحت في اتجاه ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه، على الحكم تطبيق القانون وتحقيق العداله فقط. بالمناسبه بالمناسبه في مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد، ليفربول ومانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد مغلوب من ليفربول 5-0 5-0 خلاص، ودروجبا الحكم راح شاف الكوره قام مطلع الكارت، بوجبا انا اسف طلع وقام جاي مطلع الكارت الاحمر وحطه في وش بوجبا، بول بوجبا. ليه؟ لانه يستحق، طبق القانون ما طبقش الاحتواء، ما كانش عنده حاجه اسمها احتواء الحكم، لقى ان بوجبا اخطا وهو مغلوب 5-0 ونادي كبير ونادي عظيم زي مانشستر يونايتد، وقام طلع الكارت الاحمر وقال له اتفضل حضرتك بره لان انت خبطت راجل واللعبه دي تستحق الكارت الاحمر. فيا جماعه ما تودوناش في اتجاهات مش مظبوطه. الكابتن محمد عادل اخطا، ايوه اخطا بتصريحاته، لانه ما كان يجب عليه ان هو يتكلم عن هذا الامر، لانه الحكم مطالب بتطبيق القانون، مين اللي كسبان ومين اللي خسران ما يبصش على الوان. هل الاحتواء ده المهم ان انت ما تبقاش لابس فانيلا حمراء يعني؟ هو ده الاحتواء؟ ان انت ما تبقاش لابس فانيلا حمراء بتلعب او بتلعب مع الاهلي؟
فالحقيقة كلام غريب جدا الواحد بيسمعه، وكلام غريب جدا 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 او اغرب برضو من الكابتن عصام. انا الحقيقة الكابتن عصام بالنسبة لي واحد من الناس اللي انا بحترمه وما زلت بحترمه جدا جدا، طبعا راجل محترم وكل حاجة، ولكن انا هنا بنتقد تصريحات الكابتن عصام في امر معين وفي كلام معين هو قاله. محمد عادل ما غلطش في تصريحاته؟ طب يا كابتن هتطلع الحكام بعد كده تشرح قراراتها؟ هتطلع بعد كده الحكام تشرح قراراتها وتقول، ولا ايه اللي هيحصل؟ فكلام غريب جدا وكلام لا يصح ان هو يطلع من الكابتن محمد عادل ومن بعده كابتن عصام عبد الفتاح. واتمنى ان الفتره اللي جايه ما يبقاش في مثل هذه الامور. اتمنى ان الفتره اللي جايه ما يبقاش في مثل هذه الامور. عندنا فتره الدوري واقف، عندنا فتره فيها الاجنده الدوليه ومباراتي لكاس تصفيات كاس العالم. اتمنى ان يكون هناك تعليم للحكام خلال الفتره اللي جايه، حتى بيتكلموا ازاي. يا كابتن عصام لو عايز تطلع الناس يتكلموا في البرامج وفي التلفزيونات يبقوا عارفين بيتكلموا ازاي وبيقولوا ايه. لكن احتواء كره زيزو مع مجدي قفشه، احتواء. ايوه كره كره تانية بتاعت برضه حد مع مجدي قفشه طارق حامد على ما اتذكر، هل دي برضه احتواء؟ كورتين او ثلاث كرات الحقيقه يعني. اتمنى ان هم ما يبقوش او يبقوا واضحين قدام الناس كلها ان هم اخطاء واضحه، ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر مفيش حاجه اسمها احتواء يا كابتن محمد. في القانون قعدت اقرا ال 216 صفحه القانون كله، وفيما يخص كره او فيما يخص لجنه الحكام لقيت ان مفيش حاجه اسمها احتواء خالص. القانون كله ال 17 ماده ما فيهاش حاجه اسمها احتواء. وانا وريت لحضراتكم ماده القانون كره القدم، الناس اللي اخترعت قانون كره القدم كاتبه ايه؟ ان سلطه الحكم السهر على تطبيق القانون في المباراه وليس احتواء المباراه. فكابتن عصام ويا كابتن محمد من فضل حضراتكم شوفوا الموضوع يمشي ازاي، لانه ما كان يجب على الكابتن محمد ان هو يطلع يقول هذا الكلام، وما كان يجب على الكابتن عصام، هو حر طبعا انا بقول رايي، وما كان يجب على الكابتن عصام عبد الفتاح ان هو يعمل كده. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم كنا بنتكلم عن موضوع كابتن محمد عادل وعن تصريحات كابتن محمد عادل وتصريحات ايضا كابتن عصام عبد الفتاح، وزي ما قلت لكم ان يعني هي تصريحات القانون يجب ان يتم تطبيقه بعيدا عن اي شيء تاني. هو ده ملخص الخمس دقائق ولا السبع دقائق اللي الواحد اتكلمهم ما قبل الفاصل. القانون يجب ان يتم تطبيقه بعيدا عن الاحتواء وبعيدا عن الكلام في هذا الامر. وتصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح الحقيقه انا كنت اتمنى ان الكابتن عصام يقول ان الكابتن محمد عادل غلط في هذا التصريح وكان يجب ان هو يقول كذا وكذا 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 وكذا. عموما خلينا نروح لواحد من رموز النادي الاهلي ايضا علشان نعرف رايه في هذا الامر، المهندس عادل القيعي. ازيك يا باشمهندس؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، عليك وعلى السادة المشاهدين. يا باشمهندس انت وحشنا جدا اليومين دول، انا عارف هي اجازه اجباريه بس انت وحشنا يعني. والله يعني علشان خاطر النادي الاهلي والحدث المهم انتخابات النادي الاهلي كلنا يعني، رغم ان كلكم وحشنا والمشاهدين طبعا وحشنا جدا وفي كلام كتير جدا نحب ان نتكلموا مع بعض، لكن البركه فيكم بقى. برضه نسمع منك يا باشمهندس، يعني ايه رايك في قصه الاحتواء؟ لا هو مش مسألة احتواء، وخلي بالك الاحتواء ده لفظ بيحاولوا يبرروا بيه الكلام اللي اتقال. لكن في أي مكان في العالم هذا الكلام وإن كان مش مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة قوي لأن كانت فاهماه. يعني بعض الألفاظ اللي احنا يعني ثقافتنا اتعودت عليها، برافو الحكم خرج بالمباراة لبر الأمان، الكلام اللي بيدل على ان الحكام في كل العالم اسمهم ايه؟ قضاة الملاعب. ايوه. وليس مخرجين. لكن لما تقول لي خرج بالمباراه بر الامان
يبقى قد يكون في احيان كثيره على حساب العداله وعلى حساب شغلته الاصليه اللي هو ملوش دعوه باي احداث في المباراه، ليس مسؤوليته الحفاظ على امن المباراه خالص، مش دوره. دي دور ناس ثانيه كتير جدا، اهمها النظام، لان الناس لو اتعودت على بقى الكلام ده انك تفوت دي عشان الناس ما تزعلش وما يحصلش مشكله، الانضباط بيضيع. لكن لو الناس كان بيحكمها الصح والغلط والحساب والعقاب وكده، هي الانضباط هيجي داخلي. خلينا بقى من الكلام ده كله، لان المباراه دي باحداثها مرتبطه باللي حصل بعد كده. قبل بس ما حضرتك تروح للي بعد كده، انا عايز اسالك سؤال برضو، لانه سؤال مهم جدا، او حدث او حاجه حصلت مهمه جدا في مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد. ليفربول كان كسبان مانشستر يونايتد 5-0 خلاص. الحكم بول بوجبا دخل على لاعب، طلع الكارت الاحمر واداله الكارت الاحمر. هل كان يجب على الحكم في الوقت ده ان هو برضو يعمل حساب مانشستر يونايتد، يعمل حساب بوجبا، يعمل حساب كذا، يعمل حساب كذا، ويبقى في احتواء للامر، ولا هو الحكم طبق القانون، الحكم الانجليزي يعني طبق القانون؟ بص يا كابتن، ما ده اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا باشمهندس. الحكم ملوش دعوه. ملوش دعوه بالناس اللي حسب ايه. اللعيب اللي بيغلط بيتحاسب، وكل واحد ياخد حقه. انت نازل اسمك قاضي الملعب. وربنا ادالك درجه من درجات الاستئناف اللي ما كانتش متاحه لتحقيق مزيد من التاكد في القرارات والعداله. مش علشان تستخدم هذه وسيله الاستئناف في الاعتداء على العداله. بس يعني ايه، انا هربط لك الامور ببعض. اتفضل يا باشمهندس. لان احنا يعني لو كل الساده المشاهدين وخصوصا جماهيرنا الحبيبه لازم يلاحظوا ان في عمليه لمحاوله اخماد الفرحه وتفصيح الحدث بكل انتصار يحدث في النادي الاهلي. مظبوط. يكسب ثالث العالم، يقول لك المسابقه دي اصلا مش عارف ايه. تعمل نتيجه كبيره، يجي يقول لك ما احنا لو كنا الشوط الثاني حصل على الشوط الاولاني كان يحصل ايه. المنافس من حقه يقول ده عشان يصبر المعسكر بتاعه. نعم. لكن لما بعضا من جمهورنا وكثيرا من نقادنا انساقوا في هذا الامر، هنا تلمح ملامح الغلط بقى. أيوة. الغير مقبول. ده كلام يا جماعه لو تعودنا عليه مش هنعرف نستمتع بكره القدم. اصبح التوتر، كسبان خسران متعادل فايز ببطوله ما فايز ببطوله، دائما هناك من يقلل انتاجك ويقلل من صحتك. ايوه. ارجع للمباراه. ناس عماله تقول لك الاهلي وتغييرات موسيماني، وموسيماني فرط في نصر عظيم والتغييرات. احنا عمالين نقول ان الاهلي عنده ثلاث فرق ودكه بتقل الملعب اللي موجود، والمصابين فرقه ثالثه تقدر زيها زي اللي بنلعب. من اين ياتي لما تخرج لعيب زي تاو وتنزل الشحات ولا بتاع كلهم لعيبه ما انتش عارف مين الافضل فيهم. مظبوط. الافضل فيهم اللي بيوفق يوم المباراه واللي بيلتزم. فمساله ان التغييرات بتؤدي، لا سيبك من الكلام ده. لان جاء بس برضه في الاول، انت فاكر ماتش الاسماعيلي؟ قال لك لا موسيماني كسبان اربعه هو ما يجربش ليه؟ ما بيغيرش ليه؟ فين الشجاعه؟ فين الجراه؟ هو فين محمد محمود؟ الله. طيب لما جه غير في الماتش الثاني، ازاي الراجل ده فرط في نصر عظيم وكسبان 5-1 يروح لاعب في التشكيل؟ ليه ما كملش على الثاني وخد طيب وعصر؟ يا باشمهندس، عايز اقول لك على حاجه. حضرتك بعد المباراه شفت تقريبا كل البرامج وكل الناس وهي بتتكلم، شفت حد اتكلم على التكتيك اللي هو بيلعب بيه موسيماني مثلا؟ حاجه دي اتكلمت فيها امبارح حتى، ان هو قفل اهم ما يميز نادي الزمالك، اجنحه نادي الزمالك. مظبوط. طيب هي ليه اجنحه نادي الزمالك لم تكن على المستوى المطلوب في هذه المباراه؟ لان انت مقفل عليهم بشكل جيد، سواء من ناحيه اليمين باكرم او من ناحيه الشمال بعلي ووراه ايمن اشرف، وناحيه اليمين اكرم ووراه بدر بنون، وبينهم حمدي فتحي بيغطي على كل واحد من الاثنين دول، وبالتالي انت قفلت
اهم ما يميز نادي الزمالك، عشان كده قدرت تجيب اجوان في نادي الزمالك. حد اتكلم في النقط دي يا باشمهندس؟ بعض الناس قله، وخصوصا الشباب اللي هو غاوي الاحصائيات وبتاع، بيحاول يلمس على الحاجات دي. ايوه. وبيجيب سيرتها. ايوه. لكن الموضوع في رايي هو مقصود، يعني هم مش الناس مش واخده بالها، لكن جمهورنا احنا اللي مش واخد باله. مش واخد باله ان الناس بتستغله وبتستخدمه في التقليل من حجم امدادات الاهلي وحجم فرقه الاهلي. ايوه. والراجل اللي شغال معاك والذي يحقق كل هذه البطولات لا يمكن يكون من فراغ. طبعا. يعني. طبعا. دي حاجه، وابتدي يقول لك التوفيق والحظ ومش عارف ايه والكلام ده، وتدي فرصه ان حد يقلل من انجازك ومن فرحتك. لكن جاء القدر عشان يحط النقط على الحروف. عشان يجي بعد التصريحات اللي مش مفهومه بتاعه 50 50 و70 30 والكلام ده، رئيس لجنه الحكام، ياتي حكم المباراه عشان يقول هذا التصريح المدهش الذي يضع النقاط على الحروف. عرفتوا يا جماعه ايه اللي غير الماتش؟ ايه اللي هدى الماتش؟ ايه اللي غير النتيجه؟ لان حكم المباراه كلمه قال يا جماعه انا قلت لهم الوقت اللي جاي ده اداره وازاي نحتوي اللاعبين. لا يعني بيحتوي غضب اللعيبه. لكن هو يعني، لكن كلمه اداره يعني ايه؟ اداره يعني توجيه. مش اداري. يعني في فرق بين ان انا ابتدي اتعامل بالشكل الاداري، اداري يعني استخدم ادواتي. لكن اداره يعني اوجه القرار. وهو ما فعله باقتدار واستخبى في نتيجه المباراه اللي ما تخليش حد يحتاج على قراراته. لما يكون هناك اكثر من ضربه جزاء لم تحتسب، هقول لك اديتك اثنين، الزمالك مره خد قدام السويس اربع ضربات ورا بعض، واشاد الناس كلها بالكابتن الغندور. ايوه. ازاي يدي اربع ضربات؟ الزمالك خدهم في مباراه واحده. انت لو ليك ضربه جزاء خدها، لكن يحتسب عليك ضربه جزاء وهميه علشان تقلل النتيجه، ونبتدي السفاره تبقى في اتجاه الموائمه، موائمه الظرف، ونترفخ بقى على مشاعر الناس، والكلام ده بتسلب مني حقي بان انا اعمل في يومي الذي انا ربنا موفقني فيه وعامل شغل كويس ومذاكر شغل كويس، ان اخد حقي واعمل النتيجه اللي تخليني يعني دائما اتذكرها. هذا كلام خطير يا كابتن اسلام، والذي لا يجب ان يمر مرور الكرام. شأن قرارات غريبه جدا، سواء في القيد، في اداره المسابقه، في تعديل مستمر على نظام المسابقه. ايوه. كل الكلام ده كابتن. يعني اتمنى ان حضرتك الاسبوع الجاي يا باشمهندس يعني تكون موجود معانا على الهواء في حلقه نقدر نتكلم اكتر طبعا وباستفاضه اكتر في هذا الامر، لانه من الواضح. انا مش عايز اطول عليك عشان بواصل، لكن الحقيقه مستمتعين بيك يا باشمهندس. كلام كنت عايز الوسط يتنبه ليه بس. انا بشكرك جدا يا باشمهندس المهندس عادل القيعي. طبعا بالنسبه لكل الاهلاويه، هذا الرجل هو رمز من رموز النادي الاهلي، وسيظل دائما رمز من رموز النادي الاهلي. قال كلام كتير جدا جدا الحقيقه. انا طالبت بهذا الكلام من شهر ونص تقريبا مع بدايه تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح. عندك مشكلة كبيرة جدا، وعندك حاجات كتيرة جدا يجب أن يتم حلها خلال الفترة اللي جاية. تطلع تدافع عن كلام الكل أجمع على أنه هو خطأ، الكل أجمع أهلوية وغير أهلوية، الكل أجمع على أنه هو خطأ. أعتقد أن ده يا كابتن يمكن عشان الكابتن عصام في تونس رئيسا لبعثة منتخبنا الوطني للشباب الحقيقة اللي موجود في تونس، فكابتن عصام هو رئيسا لبعثة منتخب الشباب، ده على عهدة احد المواقع، هقول لكم ايه موقع كوره يعني، هو اللي قايل هذا الكلام. وبالتالي يمكن الكابتن عصام مش واخد باله من اللي بيحصل او من الكلام اللي بيتقال، ولكن في النهايه يجب ان يكون هناك اعتذار عن مثل هذا الكلام. كلام لا يصح، كلام ما ينفعش ان هو يتقال. القانون يجب ان يتم تطبيقه. كسبان خمسه مغلوب خمسه، يجب ان يتم تطبيق القانون. كابتن محمد عادل من فضلك اطلع واسحب الكلام اللي انت قلته في مساله الاحتواء والكلام اللي اتقال ده، لان زي ما المهندس عادل القيعي بيقول ده دلالات لحاجات كتيره جدا جدا هنتكلم عنها خلال الفتره القادمه. طيب اخر حاجه
عايز اقول لحضراتكم عنها. بكره ان شاء الله انا هذيع لحضراتكم مؤتمر منتخبنا الوطني، لانه الحقيقه النهارده عندي اثنين من النجوم الكبار هنتكلم عن ما يحدث في الساحه الرياضيه في كره القدم المصريه، وايضا هنتكلم عن منتخبنا الوطني وما يحدث في منتخبنا الوطني ومباراته يوم الجمعه القادم. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجمين الكبيرين كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي. بعد هذا الفاصل بنتكلم عن موضوع كابتن محمد عادل وعن تصريحات كابتن محمد عادل وتصريحات ايضا كابتن عصام عبد الفتاح، وزي ما قلت لكم ان يعني هي تصريحات القانون يجب ان يتم تطبيقه بعيدا عن اي شيء تاني. هو ده ملخص الخمس دقايق ولا السبع دقايق اللي الواحد اتكلمهم ما قبل الفاصل. القانون يجب ان يتم تطبيقه بعيدا عن الاحتواء وبعيدا عن الكلام في هذا الامر. وتصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح الحقيقه انا كنت اتمنى ان الكابتن عصام يقول ان الكابتن محمد عادل غلط في هذا التصريح وكان يجب ان هو يقول كذا وكذا 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 وكذا. عموما خلينا نروح لواحد من رموز النادي الاهلي ايضا علشان نعرف رايه في هذا الامر، المهندس عدلي القيعي. ازيك يا باشمهندس؟ مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اسلام، عليك وعلى الساده المشاهدين. يا باشمهندس انت وحشنا جدا اليومين دول، انا عارف هي اجازه اجباريه بس انت وحشنا يعني. والله يعني علشان خاطر النادي الاهلي والحدث المهم انتخابات النادي الاهلي كلنا يعني، رغم ان كلكم وحشنا والمشاهدين طبعا وحشنا جدا وفي كلام كتير جدا نحب نتكلموا مع بعض، لكن البركه فيكم بقى. برضه نسمع منك يا باشمهندس، يعني ايه رايك في قصه الاحتواء؟ لا هو مش مساله احتواء، وخلي بالك الاحتواء ده لفظ بيحاولوا يبرروا بيه الكلام اللي اتقال. لكن في اي مكان في العالم هذا الكلام وان كان مش مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتيره قوي لان كانت فاهماه، يعني بعض الالفاظ اللي احنا يعني ثقافتنا اتعودت عليها، برافو الحكم خرج بالمباراه لبر الامان، الكلام اللي بيدل على ان الحكام في كل العالم اسمهم ايه؟ قضاة الملاعب. ايوه. وليس مخرجين. لكن لما تقول لي خرج بالمباراه لبر الامان يبقى قد يكون في احيان كثيره على حساب العداله. وعلى حساب شغلته الاصليه. اللي هو ملوش دعوه باي احداث في المباراه، ليس مسؤوليته الحفاظ على امن المباراه خالص. مش دوره. دور ناس ثانيه كتير جدا، اهمها النظام، لان الناس لو اتعودت على بقى الكلام ده انك تفوت دي عشان الناس ما تزعلش وما يحصلش مشكله، الانضباط بيضيع، لكن لو الناس كان بيحكمها الصح والغلط والحساب والعقاب وكده، هي الانضباط هيجي داخلي. خلينا بقى من الكلام ده كله، لان المباراه دي باحداثها مرتبطه باللي حصل بعد كده. قبل بس ما حضرتك تروح للي بعد كده، انا عايز اسالك سؤال برضو، لانه سؤال مهم جدا، او حدث او حاجه حصلت مهمه جدا في مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد. ليفربول كان كسبان مانشستر يونايتد 5-0 خلاص. الحكم بول بوجبا دخل على لاعب طلع الكارت الاحمر واداله الكارت الاحمر. هل كان يجب على الحكم في الوقت ده ان هو برضه يعمل حساب مانشستر يونايتد، يعمل حساب بوجبا، يعمل حساب كذا، يعمل حساب كذا، ويبقى في احتواء للامر، ولا هو الحكم طبق القانون، الحكم الانجليزي يعني طبق القانون؟ بص يا كابتن، ما ده اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا باشمهندس. الحكم ملوش دعوه. ملوش دعوه بالناس اللي حاسه بايه. اللعيب اللي بيغلط بيتحاسب وكل واحد ياخد حقه. انت نازل اسمك قاضي الملعب. وربنا ادالك درجه من درجات الاستئناف اللي ما كانتش متاحه لتحقيق مزيد من التاكد في القرارات والعداله. مش علشان تستخدم هذه وسيله الاستئناف في الاعتداء على العداله. وبس يعني ايه، انا هربط لك الامور ببعض. اتفضل يا باشمهندس. لان احنا يعني لو كل الساده المشاهدين وخصوصا جماهيرنا الحبيبه لازم يلاحظوا ان في عمليه لمحاوله اخماد الفرحه وتفصيح الحدث بكل انتصار يحدث في النادي الاهلي. مظبوط. تكسب ثالث العالم يقول لك المسابقه دي اصلها مش عارف ايه. تعمل نتيجه كبيره
يجي يقول لك ما احنا لو كنا الشوط الثاني حصل على الشوط الاولاني كان يحصل ايه. المنافس من حقه يقول ده عشان يصبر المعسكر بتاعه. نعم. لكن لما بعضا من جمهورنا وكثيرا من نقادنا انساقوا في هذا الامر، هنا تلمح ملامح الغلط بقى. أيوة. الغير مقبول. ده كلام يا جماعه لو تعودنا عليه مش هنعرف نستمتع بكره القدم. اصبح التوتر كسبان خسران متعادل فايز ببطوله ما فايز ببطوله، دائما هناك من يقلل احتياجك ويقلل من صحتك. ايوه. ارجع للمباراه. ناس عماله تقول لك الاهلي وتغييرات موسيماني وموسيماني فرط في نصر عظيم والتغييرات. احنا عمالين نقول ان الاهلي عنده ثلاث فرق ودكه بتقل الملعب اللي موجود والمصابين، فرقه ثالثه تقدر زيها زي اللي بنلعب. من اين ياتي لما تخرج لعيب زي تاو تنزل الشحات ولا بتاع كلهم لعيبه ما انتش عارف مين الافضل فيهم. مظبوط. الافضل فيهم اللي بيوفق يوم المباراه واللي بيلتزم. فمساله ان التغييرات بتؤدي، لا سيبك من الكلام ده. لان جاء بس برضه في الاول، انت فاكر ماتش الاسماعيلي؟ قال لك على موسيماني كسبان اربعه وما يجربش ليه؟ ما بيغيرش ليه؟ فين الشجاعه؟ فين الجرأه؟ هو فين محمد محمود؟ الله. طيب لما جه يغير في الماتش الثاني ازاي الراجل ده فرط فيه نصر عظيم وكسبان 5-1 يروح لاعب في التشكيل؟ ليه ما كملش على الثاني وخد طيب وعصر؟ يا باشمهندس، عايز اقول لك على حاجه. حضرتك بعد المباراه شفت تقريبا كل البرامج وكل الناس وهي بتتكلم، شفت حد اتكلم على التكتيك اللي هو بيلعب بيه موسيماني مثلا؟ حاجه دي اتكلمت فيها امبارح حتى، ان هو قفل اهم ما يميز نادي الزمالك اجنحه نادي الزمالك. مظبوط. طيب هي ليه اجنحه نادي الزمالك لم تكن على المستوى المطلوب في هذه المباراه؟ لان انت مقفل عليهم بشكل جيد، سواء من ناحيه اليمين باكرم او من ناحيه الشمال بعلي ووراه ايمن اشرف، وناحيه اليمين اكرم ووراه بدر بنون، وبينهم حمدي فتحي بيغطي على كل واحد من الاثنين دول، وبالتالي انت قفلت اهم ما يميز نادي الزمالك، عشان كده قدرت تجيب اجوان في نادي الزمالك. حد اتكلم في النقط دي يا باشمهندس؟ بعض الناس كلها وخصوصا الشباب اللي هو غاوي الاحصائيات وبتاع بيحاول يلمس على الحاجات دي. أيوه. وبيجيب سيرتها. أيوه. لكن الموضوع في رايي هو مقصود. يعني هم مش الناس مش واخده بالها، لكن جمهورنا احنا اللي مش واخد باله. مش واخد باله ان الناس بتستغله وبتستخدمه في التقليل من حجم انجازات الاهلي وحجم فرقه الاهلي. ايوه. والراجل اللي شغال معاك والذي يحقق كل هذه البطولات لا يمكن يكون من فراغ. طبعا يعني. طبعا دي حاجه، وبالتالي يقول لك التوفيق والحظ ومش عارف ايه والكلام ده، وتدي فرصه ان حد يقلل من انجازك ومن فرحتك. لكن جاء القدر عشان يحط النقط على الحروف. عشان يجي بعد التصريحات اللي مش مفهومه بتاعه 50-50 و70-30 والكلام ده، رئيس لجنه الحكام ياتي حكم المباراه عشان يقول هذا التصريح المدهش الذي يضع النقاط على الحروف. عرفتوا يا جماعه ايه اللي غير الماتش؟ ايه اللي هدى الماتش؟ ايه اللي غير النتيجه؟ لان حكم المباراه كلمه قال يا جماعه انا قلت لهم الوقت اللي جاي ده اداره وازاي نحتوي اللاعبين. لا يعني بيحتوي غضب اللعيبه. لكن هو يعني لكن كلمه اداره يعني ايه؟ اداره يعني توجيه. مش اداري. يعني في فرق بين ان انا ابتدي اتعامل بالشكل الاداري. اداري يعني استخدم ادواتي. لكن اداره يعني اوجه القرار. وهو ما فعله باقتدار واستخبى في نتيجه المباراه اللي ما تخليش حد يحتاج على قراراته. لما يكون هناك اكثر من ضربه جزاء لم تحتسب، هقول لك اديتك اثنين. الزمالك مره خد قدام السويس 4 ضربات ورا بعض، واشاد الناس كلها بالكابتن الغندور. ايوه. ازاي يدي 4 ضربات؟ الزمالك خدهم في مباراه واحده. انت لو ليك ضربه جزاء خدها، لكن يحتسب عليك ضربه جزاء وهميه علشان
نقلل النتيجه ونبتدي السفاره تبقى في اتجاه الموائمه، موائمه الظرف، ونترفق بقى على مشاعر الناس. والكلام ده بتسلب مني حقي في ان انا اعمل في يومي الذي انا ربنا موفقني فيه وعامل شغل كويس ومذاكر شغل كويس، ان اخد حقي واعمل النتيجه اللي تخليني يعني دائما اتذكرها. هذا كلام خطير يا كابتن اسلام، والذي لا يجب ان يمر مرور الكرام شان قرارات غريبه جدا، سواء في القيد، في اداره المسابقه، في تعديل مستمر على نظام المسابقه. ايوه كل الكلام ده كابتن. يعني اتمنى ان حضرتك الاسبوع الجاي يا باشمهندس يعني تكون موجود معانا على الهواء في حلقه نقدر نتكلم اكتر طبعا وباستفاضه اكتر في هذا الامر، لانه من الواضح مش عايز اطول عليك عشان بواصل، لكن الحقيقه مستمتعين بيك يا باشمهندس. كلام كنت عايز الوقت يتنبه لي بس. انا بشكرك جدا يا باشمهندس المهندس عادل القيعي، طبعا بالنسبه لكل الاهلاويه هذا الرجل هو رمز من رموز النادي الاهلي وسيظل دائما رمز من رموز النادي الاهلي. قال كلام كتير جدا جدا الحقيقه، انا طالبت بهذا الكلام من شهر ونص تقريبا مع بدايه تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح. عندك مشكله كبيره جدا وعندك حاجات كتيره جدا يجب ان يتم حلها خلال الفتره اللي جايه.